السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده فيه شوية أفكار حلوة قوي، تعال نشوفها مع بعض. أول حاجة فيه إن أنت تقول له سيلكت موديل، فتلاقي نفسك بتعمل شات مع كل دول، تمام؟ يعني تقدر تتكلم مع شات جي بي تي، مع عندك بي دوت اي اي، مع شات جي بي تي 4، مع جيمنج برو، مع بالم، مع كل دول تقدر تتكلم معاهم زي ما انت عايز، تمام؟ طبعا لما تختار واحد بيلغي الباقي، يعني بتتكلم مع واحد بس. طيب في حاجة اسمها بيرسونز، يعني تقول له ايه، كلمني كأنك سوبر مان. فممكن مثلا نقول له كيف الحال، عشان بس اعرف هو بيتكلم عربي ولا ما بيتكلمش عربي، تمام؟ بيقول لي هنا الهيستوري اللي هتبقى موجودة، نقطة أسوأ حاجة في الذكاء الاصطناعي إن أنت تقول له احكي لي نكتة، كل النكت بتاعته بتبقى بايخة، ماشي؟ طيب بيقول لك الأنف، ماشي. طيب ممكن نقول له مثلا إيه، ما أكبر المباني على مستوى آسيا مثلا، تمام؟ بيقول لك برج خليفة، طبعا الرقم على مستوى العالم، ماشي. طيب فانت معاك شات جي بي تي؟ لا، ده انت معاك كذا نوع تقدر تجرب فيهم كلهم. ممكن تقول له ايه، من افضل شخصية كرتونية، هيقول لك كل الشخصيات حلوين، واعتمد انت بتحب ايه، ده ذوقك. ميكي ماوس، طيب ممكن نسطب عدد كبير جدا من البلاجين. تقدر تيجي هنا وتقول له بلاجين ستور، فتلاقي كل الحاجات دي، الحاجات دي موجودة في شات جي بي تي اللي بفلوس. فتقدر انت تسطب حاجة مثلا خاصة بالبيبر سيرشر للأبحاث، ده مجاني فخلاص بقى موجود، لما تسأل أي سؤال هيبقى موجود. عندنا حاجات تانية، هي مثلا دوت بزيرو بوينت زيرو تو فايف للصورة اللي هيعملها لك ماجيك ايمج، وزيرو بوينت زيرو سكس لدال اي 3. ففي حاجات كتيرة موجودة، في حاجات كتيرة جدا فري، وفي حاجات بفلوس، تمام؟ ده موقع افلام، ما فهمش ايه ليه تدفع فلوس عشان تسأل على حاجة في الافلام، تمام؟ فبقت موجودة اهيت، تمام؟ ده لو انت عايز ترفع ملف مثلا بي دي اف او اكس ال اس اكسل او دوكومنتس او كذا، فممكن تسطبه، ساعتها تبقى الميزة دي بقت موجودة معاك، تمام؟ فدي دي من ضمن المزايا الحلوة. طبعا ممكن تعمل له شات، فيبقى فيه شات جديد اهو. ممكن تيجي هنا بقى تعمل اني بلجن اللي انت عايزها تبقى شغالة معاك، وده البلجن ستور لو انت عايز تدخل فيه تسطب حاجة جديدة، تمام؟ هتلاقي هنا بدأ يظهر لك ان انت ترفع ملف مثلا، ممكن ترفع كتاب وتبدأ تسأله يلخص لك الكتاب دوت مثلا، الكتاب دوت فتبدأ تقول له مثلا لخص لي الكتاب، تمام؟ فهو بيبدأ يقرأ الكتاب ويبدأ ان هو يلخصه لك، تمام؟ بالعربي، تمام؟ هو فعلا الكلام اللي هو بيقوله مظبوط، تمام؟ فبالشكل دوت انت بتقدر ان انت تعمل شات مع شات جي بي تي 4 وغيره، مودلز كتيره جدا، والبلاجنز اللي هي انا اول مره اجربها لان هي بفلوس، فعرفت ان انا اجربها هنا، تمام؟ دي البلاجنز اللي موجوده عنده اصلا، فتقدر انت تطلع عليها. فموقع جميل، ان شاء الله هبدا اجرب كل حاجه فيه، تمام؟ فكره ان انت ترفع البي دي اف والوورد دي حاجه قويه، تمام؟ سطبنا ده سطبنا ده، في حاجة فري هنا تستاهل. ويزر لو انت مهتم بالريل تايم ويزر تقدر انت تسطبه، دي العملات، تمام؟ احنا الناس كلها بتشتغل بالعملة السوق السوداء، فما اعتقدش ان هو يبقى عنده السوق السوداء، تمام؟
بجد ظريف يعني، اتمنى تجربوه ان شاء الله وتقول لنا رايكم ان شاء الله.